اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح لابرز ارقام واحصائيات النادي الاهلي قبل مواجهه اليوم امام استاد ابيجان بطل كوت ديفوار. زي ما قلت لحضراتكم مباراه مهمه جدا في اول مباراه في دور المجموعات. المجموعه اللي فيها النادي الاهلي امام شباب بولوزداد اورلاندو بايرتس استاد ابيجان، وهي دي مجموعه النادي الاهلي. هي مجموعة طبعا مش سهلة، مجموعة صعبة، فيها أندية كبيرة. شباب بولوزداد من الفرق الكبيرة، سادة بيتجان النهاردة ياردو يعني هتكون مواجهة أيضا صعبة، وبايرتس أورلاندو بايرتس هتكون مواجهة في جنوب أفريقيا. جدول مباريات الأهلي في أفريقيا. الأهلي النهاردة طبعا المباراة أمام سادة بيتجان، ويوم السبت 7 ديسمبر هيواجه أورلاندو بايرتس. الأهلي أمام شباب بولوزداد، وشباب بولوزداد أمام الأهلي، واستاد أبيتجان أمام الأهلي، والمواجهة الأخيرة الأهلي أمام أورلاندو هتكون في القاهرة. هنروح لتاريخ الاهلي امام انديه كوت ديفوار في البطولات الافريقيه. عدد المباريات اللي لعبوا امام بعض 22 مباراه. فاز الاهلي في 10 مباريات والتعادل كان 5 مرات وخساره الاهلي 7 مرات. اهداف النادي الاهلي في انديه كوت ديفوار 25 هدف. وتاريخ الاهلي مع المباراه الافتتاحيه لدور المجموعات في موسم 2019-2020، النجم الساحلي الاهلي فاز على النجم الساحلي 1-0. لا، النجم الساحلي عفوا فاز على النادي الاهلي 1-0، وفي موسم 2020-2021 الاهلي فاز على المريخ السوداني 3-0، وفي موسم 2021-2022 الاهلي فاز على المريخ السوداني 3-2، وفي موسم 2022-2023 فاز الاهلي على القطن الكاميروني 3-0، وفي موسم 2023-2024 فاز الاهلي على ميدياما الغاني 3-0. يا رب تكمل السنه دي 2024-2025 والاهلي يقدر يفوز ايضا بثلاث اهداف. ارقام مارسيل كولر في دوري ابطال افريقيا. عدد المباريات 30 مباراه، فاز في 20 مباراه وتعادل في 8 مباريات والخساره في ماتشين. اهداف النادي الاهلي 53 هدف، واستقبلت شباك النادي الاهلي 11 هدف.